بتوجيه محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل وبإشراف معاون المحافظ للشؤون الفنية المهندس الأقدم أحمد صالح الجبوري، باشرت الملاكات الفنية في محافظة صلاح الدين بدفن مقتربات الجسر الرابط بين جوانب قضاء شرقاط، وذلك لتسهيل حركة مرور الأشخاص والعجلات على الجسر الذي تم إغلاقه في وقت سابق بعد تضرره نتيجة السيول وارتفاع مناسيب المياه في قضاء الشرقاط.